اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه سوتي في الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولو الناس. ومن بعد قرار مناقشه قانون الماليه بالبرلمان المغربي وخروجهم بقرار زياده في اثمنه الشرائر الداكنه من 11 درهم الى 20 درهم، خلينا نشوفوا المواطن المغاربه كيفاش جاهم هذا القرار وشنو البديل اللي غادي ياخذوا. ناخذوا اراء الناس ونرجع لكم. 400 قطع كار اخويا، اش كميه ما الصغار يدبروا الروز، اش ماركه كاش بجوج ماركه ديال الفقراء مسكين ما عندوش، واش كيما الناس كبار كازا شنو كما الناس كبار ياك، اللهم يقطع الكار وهني راسو. زيد بزاف بقى يزيدو 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 وما يزيدو حنا نقصو، ما هدمو ما تيزيدو الكار حنا خصنا نقصو من البليه. بالنسبه لكازا اولمبيك الزرقاء غيجدو في غيجدو في الثمن ديالها ماشي في متناول الجميع، اما بنادم يعني بالدارجه يحيد عليه الدخان بصفه نهائيه، ولا ما قدرش يديروا اضراب يديروا اذا شركه تيبخ نقصونا من نقصونا من الدخان، واخا هو الدخان عنده القانون ديالو في الباكيات يقول بان ما تكملش القانون 81 81، ولكن يحاول بديل يحيدو ويتفادى الصداع كاع، ما قدرش يحيدو غادي ياخذ كارو ديال 120 ريال الباكيه، ثمن 10 ريال الكارو، وهذاك مضر بالصحه. لا انا ما متفقش معاهم ما متفقش معاهم. لا وخويا بعدا اولا الدولة راه هي براسها تشجع على 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 الانسان يستهلك هذا الدخان، إذا زادوا نفس الثمن راه الانسان بزمنه غادي يجي يكمي. يعني شكون اللي خاسر؟ هذاك اللي تيشري. لا الثمن غادي نشري، أنا دابا 50 عام ولا تنكمي، واخا يزيدوا لي الثمن غادي نكمي. 40 عام هادي 40 عام 72 ولا تنكمي هاد الولادة، خصو يتقطع هاد الولادة، خصو يحيدوه. ولا كانت 400 لا غادي غادي لا غادي نشريو حنا ب 400 وما نديرو بناقص. ما نكميوش كاع احسن احسن حاجه. على مالي تا ما نصبر، علاش؟ على مالي تا ما نصبر، على طاب قول لي هذاك يقول لي هو قال لي انا راه كحال، بارك عندنا طبنا حنا صافي، تنكمي كارو في النهار انا. تنكمي كارو في النهار صافي الله يجعل البركة، لا انا غادي نشريه ب 400 ريال الكارو. هذوك اللي تيكموا ذوك الكارو بالنسبة لذوك الأولمبيك الزرقاء وهذاك كازا كاين تيكموا ذوك الناس البساطة اللي ما عندهمش. هما دابا غيلتاجئوا لذاك التدخين ديال الكوتربون، حيت بنادم ومع رمضان دابا جاي ومع هذيك كثر الدخان فيه، انا غيلتاجئوا لذاك لي جون وهذاك الشيء ديال الكوتربون. دابا بحال هكا شي يديروا لهم بطريقه غير مباشره، زادوا في الثمن باش زعما بنادم زعما تا هو يوعى باش ما يحيد الكارو كاع، اللي ما بغاش يحيد الكارو راه هو راه فلا باقي يقتل في راسه، هذا راه هو الحل، اللي زادوا في الكارو راه بنادم غادي ينقص منه. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكيف ما تابعنا اجوبه المواطنين المغاربه كانت مختلفه، فكاين اللي كيشوف ان الزياده في اثمنه الشرائر الداكنه غادي ياخذها فرصه للاقلاع عن التدخين بمره، وكاين اللي كيشوف انه قرار غير صائب. هكذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع سؤال جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.